مرة تانية برحب بحضراتكم مشاهدينا. معنا خبر خاص بتأكيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية المحلية مشروعك ساهم منذ بداية العام المالي الحالي 2022 ل2023 في يوليو الماضي وحتى الآن في تنفيذ 12.4 ألف مشروع بقروض 2 مليار و218 مليون جنيه. ولتفاصيل أكتر عن هذا المشروع احنا معانا عبر الهاتف دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى اهلنا في كل محافظات مصر كلها. اهلا بحضرتك معانا. بدايه خلينا ناخد من حضرتك فكره عن هذه المبادره ونعرف كمان الهدف منها. يعني خليني اقول لحضرتك انه البرنامج القومي للتنميه المجتمعيه والبشريه والمحليه مشروعك ده برنامج دوشن في الربع الثاني من 2015 وشهد نقلة نوعية منذ منتصف 2018 إلى أن وصلنا إلى إجمالي حجم المشروعات اللي تم يعني تمويلها من جانب مشروعك حوالي يعني 190 ألف مشروع بقروض تجاوزت 22.6 مليار جنيه وفرت ما يزيد عن 1,400,000 فرصة عمل. طبعا ده في إطار توجه الدولة المصرية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها أن هي محرك أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتستهدف كل فئات لنا في المحافظات المصرية، شباب، مرأة إلى غيرهم، وإعطائهم الفرصة في أن هم يقدروا ينجحوا في مشروعاتهم واللي يتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم، وناحية تانية يعمل إتاحة للسلع والخدمات أكتر ويوفر فرص عمل حقيقية تحد من عملية البطالة. زي ما حضرتك كرمت كده منذ يعني يوليو الماضي حتى يعني حاليا الآن بالفعل هو نفذ برنامج مشروعك حوالي 12,400 مشروع بقروض 2 مليار و218 مليون جنيه مصري ساهمت في توفير فرص عمل حقيقية حوالي 123 ألف فرصة عمل. لكن لما نيجي نبص بقى على التوزيع النسبي للمحافظات الجمهورية نلاقي تتصدر المشهد محافظات الصعيد وفي مقدمتها كمان المنيا. يعني هنلاقي أن المنيا احتلت الصدارة مركز الأول وبتوفير 22 ألف مشروع وبقيمة 2.6 مليار جنيه وفرت 137 ألف فرصة عمل. يليها طبعا محافظة سوهاج 21 ألف مشروع بقروض 2.6 مليار جنيه وفرت 124 ألف فرصة عمل. ثم تأتي البحيرة في المركز الثالث ب 19 ألف مشروع بحجم إقراض 1.6 مليار جنيه وفرت 93 ألف فرصة عمل. ثم الدقهلية ثم تأتي في المرتبة الخامسة الشرقية. طبعا هو زي ما اكد معالي الوزير اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه ان الوزاره بتعمل من خلال مشروعك انها تنفذ كمان عدد من التدخلات في المراكز المستهدفه خلال المرحله الاولى للمبادره الرئاسيه حياه كريمه وده بيساهم في خلق فرص عمل لمواطني القرى المستهدفه في 50 مركز. وطبعا بنلاقي ان كمان دعم التكتلات الانتاجيه الواعده بمحافظات برنامج التنميه المحليه في صعيد مصر هي سوهاج والقنا واسيوط والمنيا، فضلا كمان عن تيسير الحصول على تراخيص لإنشاء مجمعات حرفية واستخراج رخص تشغيل للمحال التجارية وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية دي والتوسع في تنفيذ مبادرة كمان شغلك في قريتك وتطوير الأسواق القروية. طبعا اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر له دور أساسي ومحوري في دفع عجلة التنمية المحلية وده بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030. ليه؟ لأنها بتستهدف العمل على تعزيز الدور الهام جدا لهذه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المغذية للصناعات الكبرى واللي بتدعم ريادة الأعمال. صحيح. في تحقيق التنمية مستدامة على أرض الدولة المصرية. طيب دكتور، السؤال اللي بيجي على أذهان الكثير دلوقتي، هل يشترط شروط معينة للاستفادة من هذه المبادرة وإزاي كمان أو كيفية التقدم للاستفادة من هذه المبادرة؟ كيفية الاستفادة، احنا عندنا 260 مقر موجودين على مستوى 27 محافظة مصرية مع مقر الرئيس اللي موجود عندنا في ديوان وزارة التنمية المحلية.
بيشرف عليه الزملاء، وكذلك الأمر موجود في كل ديوان عام محافظة، موجود مقر لمشروع بالإضافة إلى المراكز والمدن، ودي موجودة ومعلن عنها على البوابات الإلكترونية اللي موجودة في المحافظات المصرية. طيب إحنا عشان يعني مفروض إيه مطلوب في أوراق؟ أول حاجة يعني البطاقة اللي بتثبت إن حضرتك مصرية. نعم. تاني حاجة إنه السن يعني 21 أكثر عشان حضرتك يكون يعني ينشأ لحضرتك شركة وسجل تجاري وهكذا. تالت حاجة إن حضرتك تكون صاحبة حرفة أو مهنة، أو عند حضرتك فكرة عن المشروع اللي حضرتك داخلة تنشئيه، ولو كنت حضرتك محتاجة إلى بعض من الدراسات أو بعض التدريب، برنامج مشروعك بشراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة بيوفروا عملية التدريب دي. والميزة في هذا وذاك إنه برنامج مشروعك بيعمل مع 6 بنوك وطنية لعمليات التمويل، ومع الإشراف الشخصي طبعا من جانب السادة المحافظين على مستوى المحافظات المصرية، وده لتذليل أي معوقات ممكن تكون موجودة. احنا من بداية السن من 21 تقريبا فيما فوق. ايوه بالظبط كده. طيب احنا يعني في حصر لاكثر المحافظات، حضرتك ذكرت المنيا الاكثر، هل يعني من المحافظات الاكثر استفاده كمان من هذه المبادره؟ وهل في كل محافظه مقر يعني مشروعك؟ ايوه فهمت، في كل محافظه في مقرات لمشروعك، مش مقر واحد. يعني في بعض المحافظات زي القاهره فيها حوالي 14 مقر، محافظات اخرى فيها 9، محافظات اخرى فيها 7 حسب الاحتياج الحقيقي والمساحه. ده شق. الشق الثاني طبعا محافظه المنيا بتحتل الصداره، اول 5 محافظات كانت المنيا وسوهاج والبحيره وكمان المحافظه رقم 4 كانت معنا المحافظه البقاليه، ثم المحافظه رقم 5 الشرقيه. دول اول 5 محافظات، واللي تجاوز حجم الإقراض فيهم 1.6 مليار جنيه، واللي تجاوزت فرص العمل فيها 137,000 فرصة عمل، واللي كمان يعني حجم المشروعات فيها يعني معبر بشكل كبير جدا. وبعدين ما ننساش الرافد الثاني الاقتصادي المهم جدا اللي هو صندوق التنمية المحلية. صندوق التنمية المحلية يا فندم ده بيقدم تمويلات متناهية الصغر، مول على مدى 7 سنوات الماضية 24,000 مشروع. دي منتشرة هذا الصندوق في كل القرى والكفور والنجوع اللي موجودة، يعني أصغر وحدة محلية موجودة في كفر أو عزبة أو نجع عندنا ما يزيد عن 30,888 كفر وعزبة ونجع، دي موجود فيها مقرات لصندوق التنمية المحلية. المرأة المصرية تتصدر المشهد طبعا بحوالي 64.9% خلال الفترة دي، يعني حوالي 14,797 مشروع. فطبعا يليها الرجال حوالي 8,543 مشروع. لكن الميزة كمان ان المنتجات هذه المشروعات بتلبي احتياج حقيقي طبعا على مستوى القرية المصرية من مشروعات انتاج داجيني وحيواني وغيرها من المشروعات اللي بتلبي الاحتياج اليومي للأسرة المصرية، ناهيك طبعا عن الدورات التدريبية اللي بتتعمل للمستفيدين والمستفيدات، ومعظمها دورات فنية تطبيقية بتختلف طبيعتها من مكان لآخر طبقا لطبيعة المشروعات اللي بيتم تنفيذها على أرض قرى المحافظات المصرية. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، مجهود أكتر من رائع. بشكرك جدا دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا دكتور على هذه المداخلة.